أخيراً الحكومة حسمت موقفها ووافقت رسمياً على إعفاء واردات الذهب للمصريين في الخارج من الجمارك. هنا بقى نبدأ نسأل في التفاصيل، الإعفاء ده على كل الأنواع ولا أنواع بعينها؟ وهل القرار مدته مفتوحة ولا هينتهي في ميعاد محدد؟ أهم حاجة بقى، إيه تأثيره على أسعار الذهب جوه مصر؟ خليكم معانا في الفيديو ده وانا هقول لك كل التفاصيل. من كام يوم اعلنت وزارة التموين انها قدمت مقترح للحكومة بتطلب فيه بقى ايه؟ اعفاء ذهب المصريين في الخارج من الجمارك، وفعلا الحكومة اعلنت الموافقة. فلو بتفكر ان انت تستفيد من المبادرة لازم تخلي بالك من 4 شروط. الاعفاء هيتطبق على الاشكال نصف المشغولة والمعدل التداول النقدي والحلي والمجوهرات واجزائها من معادن ثمينة. تاني حاجة، الاعفاء ده مش متاح على اصناف اللؤلؤ الطبيعي او المزروع او الاحجار الكريمة او شبه الكريمة المركبة او المرصعة على الحلي والمجوهرات واجزائها. تالت حاجة، مدة الاعفاء 6 شهور بس. رابع حاجة، الاعفاء هيكون على الضريبة الجمركية والرسوم التانية، بس ضريبة القيمة المضافة موجودة وهتدفعها. دلوقتي بقى نيجي لسؤال مهم، ايه تأثير تنفيذ المبادرة دي على أسعار الذهب جوه مصر؟ ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب متفائل جدا وشايف ان القرار ده هيساعد على استقرار السوق والأسعار وكمان هيرفع الحصيلة الدولارية. ده حتى السوق استجاب بدري بمجرد الإعلان عن قرب تفعيل القرار ده وسعره نزل 100 جنيه. وخد بالك سعر الجرام في مصر أعلى من سعره في السعودية بحوالي 700 جنيه، وده كان على حسب كلامه في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي. ده ياخدنا للسؤال الثاني، هل في أي أفكار جديدة هتتنفذ الفترة اللي جاية لضبط أسعار الذهب ولا ده آخر قرار؟ في الحقيقة في أكتر من فكرة، زي تخفيض سعر المصنعية على المشغولات الذهبية وفي المقابل فرض رسوم زيادة على السبائك والجنيهات. طيب ليه الكلام ده؟ عادة سعر المصنعية على السبائك والجنيهات بيبقى أقل من السعر الموجود على المشغولات الذهبية، وده اللي شجع المصريين الفترة اللي فاتت على شراء السبائك لدرجة بقى إنها بقت ناقصة جدا في السوق. في المقابل المشغولات الذهبية مركونة عند التجار والمصانع والورش هي الخسرانة، علشان كده شعبة الذهب عندها أمل لو القرارات دي اتنفذت الناس تبدأ تشتري المشغولات الذهبية، وده برضو هيساعد على حل الأزمة. فوق ده كله بقى في طلب للحكومة من سعيد مبابي رئيس شركة اي صاغة للتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، طلب فيه الاعلان عن بيانات وحجم تداول الذهب في مصر بحيث نعرف ارتفاع السعر اللي بنشوفه دلوقتي مناسب لزيادة الطلب زي ما التجار بيقولوا ولا في تلاعب في السوق. في نفس الوقت الدولة بدأت انها تاخد اجراءات والبورصة أعلنت إنها هتنزل سعر الذهب على شاشات البورصة خلال الفترة اللي جاية. دلوقتي بقى قولولنا، لو أنتم شغالين برا مصر هتفكروا جدياً إنكم تشتروا ذهب وتنزلوا بيه علشان تستفيدوا من المبادرة؟ أما بقى لو أنتم موجودين جوه مصر فقولولنا رأيكم، هل الإعفاء الجمركي على ذهب المصريين في الخارج هينزل أسعار الذهب في السوق المحلي ولا لأ؟ مستنيين رأيكم في التعليقات.